مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أما بعد، أحبائي الطلبة، أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم اليوم في موضوع من موضوعات الكيمياء لطلبة الصف الثاني عشر أدبي بعنوان البوليمرات في الكائنات الحية، ومن أمثلتها البروتينات. مما تتكون البروتينات؟ وما هو الحمض الأميني؟ نلاحظ هنا وجود مجموعة أمين، ذرة كربون تحتوي على مجموعة R، وتحتوي على ذرة كربون أخرى عليها OOH، حمض كربوكسيلي. فماذا يعني هذا التركيب لنا؟ البروتين، تدخل البروتينات في تركيب جميع الخلايا الحية، وتعد الأحماض الأمينية الوحدات البنائية الأساسية للبروتينات، وتحتوي الصيغة العامة للأحماض الأمينية على مجموعة حمضية، وهي مجموعة الكربوكسيل COOH، وأيضا تحتوي على مجموعة قاعدية، وهي مجموعة الأمين NH2، متصلتان في الغالب في نفس ذرة الكربون، والمسمى ذرة كربون ألفا، ولذا تسمى أحماض أمينية من نوع ألفا. وهنالك حوالي 20 نوعا من الأحماض الأمينية من نوع ألفا تكون موجودة في جميع أنواع البروتينات، وتختلف فيما بينها في المجموعة R، وتترابط الأحماض الأمينية مع بعضها البعض بسلاسل طويلة تسمى السلاسل البيبتيدية، مكونة البروتينات المختلفة، وذلك بواسطة روابط بيبتيدية. وكما ذكرنا قبل قليل، هنا أمين جروب، مجموعة أمين التي ذكرناها هنا، وهي مجموعة قاعدية، وأيضا نلاحظ هنا كاربوكسيليك أسيد جروب، وهي مجموعة الكربوكسيل COOH، وكذلك هنا ذرة الكربون المسمى بذرة كربون ألفا، وهنا يوجد مجموعة R. نلاحظ من خلال الشكل وجود أمينو أسيد، حمض أميني رقم واحد، وهنا أمينو أسيد 2، حمض أميني آخر، ونلاحظ بدليل اختلاف اللون هنا في المجموعة R عن هذه المجموعة R، بأنها R التي هنا تختلف عن R التي هنا. وحتى يتكون البروتين لابد من اتحاد الأحماض الأمينية مع بعضها البعض، وتكون الرابطة فيما بينهم رابطة بيبتيدية. نلاحظ هنا في الناتج تكون داي بيبتيد، وهو يتكون من حمضين أمينيين، وهذه هنا الرابطة البيبتيدية،
بالإضافة إلى H2O وهو الماء water. حدد الدور الحيوي للبروتينات في الكائنات الحية. 1. تشارك البروتينات في عملية البناء والهدم في الخلية. 2. تساهم في حماية الجسم من غزو البكتيريا كما في الأجسام المضادة. 3. نقل المواد في الجسم كما في هيموغلوبين الدم. 4. تكوين العضلات والشعر والأظافر. 5. بعضها إنزيمات تعمل كعوامل مساعدة تمكن الخلايا الحية من إتمام أعداد كبيرة من التفاعلات الكيميائية بسرعة ودقة، ومن أمثلتها إنزيم البيبسين وإنزيم التربستين اللذان يساعدان في هضم البروتينات في الغذاء لتزويد الجسم بالأحماض الأمينية التي يحتاجها لتكوين ما يلزمه من البروتينات. 6. بعضها هرمونات مثل هرمون الأنسولين الذي يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.